لقد بادرت دولة الكويت وقبل إعلان القرار إلى بذل الجهود بالاتصال بالأصدقاء في الولايات المتحدة الأمريكية للتحذير من التداعيات لمثل هذا القرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما استمر سعيها لتوضيح موقفها، وذلك بعد الإعلان، حيث أرسل سيدي حضرة صاحب السمو أمير بلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة خطية إلى فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أوضح فيها سموه رعاه الله خطورة اتخاذ مثل هذا القرار والتحديات التي ستواجهها مسيرة السلام والمنطقة، وذلك قبل الإعلان عن هذه الخطوة. وتم تبيان خطورة هذا الأمر أثناء الزيارة التي قام بها وزير الدفاع الأمريكي السيد جيم ماتيوس إلى دولة الكويت ولقائه في 5 ديسمبر 2017 بسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وكذلك خلال لقاءاته بالمسؤولين الكويتيين. كما تم إجراء اتصال هاتفي مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد ريكس تيلرسون، حيث أعربت له عن بالغ استياء دولة الكويت حيال هذه الخطوة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الدوليين.